قال فأخبرني عن الساعة، دي واضحة القيامة متين. قال ما المسؤول عنها؟ اللي هو أنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه بأعلم من السائل، والسائل هو ابن جبريل الذي علمه، علمه شديد القوى، علم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي أنا المسؤول أفضل، كأنه بقول له أنا أفضل البشر وأنا أكثر زوج صالح في البشر، وإنت أفضل الملائكة، كأنه يقول له ذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم متواضع. ومع هذا فإني لا أعلم متى الساعة وأنت لا تعلم متى الساعة، وكأنه يقول له أنت تسألني وأنت تعلم أني لا أعلم الساعة وأنت لا تعلمها، إن الله عنده علم الساعة، وقال لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. طيب قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. طيب العلامات بتاعت الساعة، في علامات كبرى وعلامات صغرى. الكبرى في حديث حذيفة الغفاري في صحيح مسلم، حذيفة الغفاري في صحيح مسلم، ديك فيها فيها طلوع الشمس من مغربها وإلى آخره، خروج نار، وفيها يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، وفيها نزول المسيح عليه السلام، وفيها خروج المسيح الدجال، وفيها ظهور دابة الأرض، وفيها وفيها الجثاثة المعروفة دابة الأرض التي تكلم الناس. علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت واحدة منها فإنها كالعقد الذي انقطع، تتتابع وتقوم الساعة، واحدة ظهرت خلاص ذكر وراء بعض قوم الساعة. أما الصغرى فإنها قد تكون متفرقة. من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات الساعة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق شنو القمر. العلامات دي الغريبة هي في القرآن والسنة، الغريب شنو؟ إنه في ناس ما مصدقين بها، يقول لك بغتة بس، ما في حاجة يصير علامات وسويتها كبرى وصغرى. الزول اللي بيقول الكلام ده لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، والله الذي لا إله غيره، لأنها جاءت في القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد، ما كلام واضح؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شنو أشراطها. وقال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي قراءة من القراءات في سورة الزخرف، طبعا الآية القراءة المعروفة عندنا في حفص وإنه لعلم للساعة، هاي في قراءة أخرى وإنه لعلم للساعة، أي عيسى عليه السلام علم للساعة، علامة. طيب قال أن تلد الأمة ربتها، ذكر له بعض علامات الساعة، ربتها يعني سيدتها، قالوا ده العقوق، البيت تدأمر في الأم، وقالوا الكلام ده حصل أصلا في زمن عمر بن عبد العزيز بعد فترة من الحديث ده، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حدث تكثر الفتوحات بعد ذاك شنو، السيد يضاجع الأمة فتلد له بنتا، والبنت تنسب إلى أبيها، والأب سيد حر والأم أمة، فتكون هي حرة وأمها شنو، أمها أمة. أن تلد الأمة ربتها إلى آخره. وقال وبعضهم تعمق قال يأتي وقت تشتري البنت أمها وهي لا تدري، تكثر الفتوحات وهذه البنت تشتري أمها، تجدها يوما من الدهر رقيقا فتشتري أمها وهي لا تدري. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء، الحفاة لا نعال لهم، العراء عدم الثياب، العالة أي الفقير، العالة الفقراء،
وجدك عائلا عائلا فقيرا. رعاء الشاء، الشاء معروفة، الشاء بالهمزة أي جمع شات، غنماء يعني ديل مش رعاة للإبل ولا البقر، أقل شيء شاء، ناس ديل حفاد عراة، أي رعاء الشاء يتطاولون شنو في البنيان، يتفاخرون ويتطاولون في، وهذا لانقلاب الموازين، وغالب علامات الساعة الصغرى في انقلاب الموازين. أي بس خلاص نتم الحديث. ثم انطلق أي جبريل عليه السلام فلبث مليا أي زمنا طويلا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ سأله قال قلت الله ورسوله أعلم، لا يعرف به عمر رضي الله عنه أنه جبريل عليه السلام. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم شنو؟ دينكم، أي أمر دينكم ويعلمكم دينكم. رواه مسلم. إن شاء الله الدرس الجاي بنذكر فوائد الحديث ده، وبعد ذاك يعني نواصل في بقية الحديث. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.